يا مرحبا سا، انطلقت الجولة الرابعة بغزارة تهديفية وإثارة من نوع آخر. كلاسيكو جمع العين والوصل وقمة بين الجزيرة والنصر. خطأ حارس وسرعة بديهة لاعب ومبخوت يواجه فريقه السابق لأول مرة. مهارة إدارية وثقة مدرب تشكيلته، بس الأهم المدرجات اللي تملي العين. واضح أن الجولة فيها إثارة، صح؟ تعالوا معاي نعيد مجريات الجولة الرابعة بطريقتنا. جاهزين؟ يلا نبدأ. دورينا مستمر في مفاجآته، شهدنا على قمة أوفت بكل الوعود، غزارة تهديفية للزعيم والفرسان وفوز أول مستحق للبركان. تعالوا نشوف أهم أرقام وإحصائيات هالجولة في فقرات تحت المجهر. 29 هدف في الجولة الرابعة، وهي أكثر جولة فيها أهداف. 18 هدف في الشوط الأول و11 هدف في الشوط الثاني. فريقين بالعلامة الكاملة والصاعدين ما زالوا يبحثون عن أنفسهم. وكرت أحمر واحد في هذه الجولة، 7 مباريات في الجولة الرابعة. افتتاحية الجولة جمعت القمة رقم 70 بين الفريقين بين العين والوصل منذ القرن العشرين. قمة شفنا فيها كل شيء يخطر على بالك، ضربات جزاء وكرت أحمر، خماسية في أول شوط، وحضور جماهير استثنائي، والخسارة الأولى للوصل من بداية الدوري. بلاسيوس هو الأعلى تقييما بين اللاعبين في آخر 4 مباريات للعين في مختلف المواجهات، موسم استثنائي لبلاسيوس. البركان يفاجئ الكل بغزارته التهديفية، خماسية في مرمى دبل الحصن يحقق فيها فوزه الأول، والملك فتلنا في هالجولة أنه مستمر في تركيزه، حافظ على نظافة مرمى في 3 مباريات متتالية في دورينا، وحقق الفوز في أول 4 مباريات للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمين سابقين. في قمة العاصمة بنياس يستمر في نتائجه وشكل الإيجابي، نقطة تنضاف له من ملعب الوحدة وكان أقرب للفوز، اختيار صحيح ومدروس للاعبين الأجانب والمقيمين هذا الموسم. وختام الجولة قمة بنكهة مختلفة، شهدت 4 أهداف في الشوط الأول. الجزيرة اللي كان لازم يثبت وجوده ويعوض خسارته الأخيرة ب4 أهداف، والنصر أيضا وخسارته في ديربي بر دبي. فخر أبوظبي يحسم القمة ويعود لتصحيح الأمور، حقق 3 بجدارة ورفع رصيده إلى 6 نقاط، في حين ما زال النصر محير وغريب. والحين بعد ما شفنا أبرز الأرقام والأحداث، تعالوا معاي لأبرز لقطات الجولة. لأول مرة نشوف نادي من أندية دورينا يفتح مساحة عبر منصة إكس. إدارة العين فاجأت الجميع بمبادرات هذا الموسم وأطلقت الشارة العيناوية، وجمهور الزعيم عبر عن شكره لرئاسة النادي في مباراة القمة، رافعين أجمل لافتة مكتوب عليها بكل حب: شكرا هزاع بن زايد. جمهور العين وجمهور الوصل كانوا على رأس القمة، حضروا وساندوا أنديتهم، وشفنا منهم أجمل اللوح الفنية، أولا بوجودهم، ثانيا بالتيفو المميز لكل فريق، وطبعا ما ننسى باقي الجماهير اللي مستمرين مساندة أنديتها. ولقطة الجولة اللي ما أقدر أطوفها هي تعليق فارس عوض، وهو يقول على غياب ليما في مواجهة الوصل مع العين: راح محتواي. فابيو ديليما اليوم موجود في دكة البدلاء، يعني راح محتواي. والحين وصلنا لفقرة ردود أفعال هالجولة. صراحة الزعيم والإمبراطور مكتسحين هالفقرة. العين منح الوصل 30% من سعة استيعاب استاد هزاع بن زايد، واللي يثلج الصدر تقدير واحترام أندية دورينا البعض. تغريدة نادي الوصل على هالمبادرة الطيبة نشوف فيها الروح الرياضية بين أنديتنا. ما في شك أن التنافس كبير في أرضية الملعب، بس الأكيد أن الروح الرياضية الأخوية موجودة خارج الملعب، وهالمشهد يختصر لكم كل الكلام. على طاري الروح الرياضية، في لقطة لفتتني بعد مباراة العين والوصل، سنابريا كان منهار ويصيح، ويقولون السبب انه ضيع فرص محققة في المباراة وكان زعلان ومو براضي على أدائه. هني يشوف وقفة القائد ودوره الحقيقي، بندر تكلم معاه ويهديه ويرفع من معنوياته. تخيلوا انه لاعب ما كمل شهرين مع الفريق يعاتب نفسه بنفسه رغم فوز فريقه أمام حامل اللقب بالأربعة. هذه الروح اللي نشوفها في عائلة العين تثبت لنا من ردة الفعل ان العين ما تعاقد مع لاعبين وبس، دخلهم منظومة العين بفكرة واحتياجه، وهو الفوز والانتصار ورضاء الأمة العيناوية. ولأن الروح المعنوية مهمة عند اللاعب، شفنا تميز إبراهيم عيسى في هالجولة. خطيرة وفرصة سدي لإبراهيم عيسى، جيد الله أيضا إبراهيم عيسى. عدسة بضب الرياضية كشفت لنا السبب اللي يرفع معنوياته. والدتي يرد لنا إياها بالسلامة، فترة اللي قضيتها مع الوالدة نص دور الثاني، قرار منها أني أرجع أبدأ الموسم معاهم مع الفريق، فالحمد لله اني دوم اتواصل معاها على اساس ان شويه ترد معنوياتي اكثر. فهذا اللي صار قبل المباراه، حتى الحمد لله سمعت اخبار حلوه، هالشيء اللي حفزني اليوم العب شويه ارد لها.
من اللي ما اعرف كيف اوصلك. في هذه الجولة شفنا تألق كبير لصناع اللعب كاكو، مساهماته في فوز العين وتألقه في هذا الموسم. كارتابيا يصنع الهدف الثاني والثالث ويحقق الرابع بكل مهارة. فراس بالعربي ومساهماته مع الشارجة. بيسا يصنع هدفي كلبا في المباراة. كل الأنظار اتجهت لماتياس بلاسيوس وتوهج مع العين، لكن ما انتبهتوا على كعب محمد عباس وصناعته للهدف. على طار الكعب ركزوا معي، نبيل فقير لمحمد النني لعبها بالكعب لنبيل يمررها لبرونو دي ريفيرا ويسجل الثاني. هدف مرسوم وجميل جدا. على فكرة هذا الهدف هو الهدف رقم 100 في دورينا هذا الموسم. تكتيك كوزمن واضح انه صح، فوزه في رابع مباراة في الدوري يثبت لنا فكر هالمدرب وتفانيه. قاعدين نشوف اداء عالي للشارجة مع نتائج كثيرة. جولة فعلا مثيرة بتفاصيلها، والقادم اكيد بيكون اجمل. الجولة الخامسة على الابواب، والمباراة العودة ابرز عناوينها العين والوحدة. كل التوفيق لانديتنا في الجولة الاسيوية، اسيا النخبة وايضا اسيا 2. نشوفكم بعد نهاية الجولة في الاعادة. في الإعادة إفادة. سلام.